رحمة والمغفرة لهذا الصوت الذي مثلما حلقنا بأجنحة النغم مع الراحل المقيم إبراهيم حسين على كلمات شاعر إسحاق الحلنجي بذات المحبة. نلتقي نحن وأنتم في ظلال الأصيل. المساحة الأولى هي للكلمة المدوزنة والنصوص المقفاة برفقة شاعرين شابين داخل الاستوديو. رحبوا معي بضيوفي داخل الاستوديو التجاني الزهري مراد الشهير بعساف المراد. حبابك عشر منورنا يا اخو. والله حبابك يا استاذ نزار وحباب كل المشاهد الكريم في داخل السودان وخارج السودان وكل الناس اللي بتتابع زلال الاصيل. الترحاب يمتد كذلك بالشاعر الشاب اللبيب طارق. حبابك عشرة. يا مرحب. والله سعيد جدا جدا بانه نكون ضيوف خفيفي الظل. ان شاء الله نكون خفيفي الظل عليكم. وسعيدين جدا جدا انه نكون ذوي اطلاله جيده جدا للمستمع الكريم. والتحيه لك شعب السودان عامة وكل اللي بيشاهدونا حاليا. تحية لكم حبابكم عشرة. نبدأ بك عساف ونتكلم شوية عن تجربتك الشعرية من وجهة نظرك على الأقل. أنا طبعا من أسرة تستقي الشعر, أسرة المراد لهم التحية. بدايتي كانت 2013, من 2013 إلى اليوم أنا بكتب الشعر. الشعر جاني وراثة, يعني جد عن جد عن جد إلى جدا المراد ربنا يتقبله بواسع رحمته. أسرة تنفس الشعر زي ما بقوله. كان جدا زمان بقول لك ولد ما مننا لازم أقولش, أي ولد مننا لازم أقول شعر. يعني أنت قمت لقيت البيت, لقيت البيت أبوك أخوانك أعمامك كلهم يكتبوا شعر. كل الأسرة بتكتب شعر, يعني بما فيهم الوسيلة محمد نور له التحية, ومحمد نور التجاني, فاروق, محمد الأمين, جدنا الشيخ محمد نور, جدنا الشيخ التجاني. أسرة فنية وأسرة دينية في نفس الوقت, حافظة لكتاب الله وتكتب الشعر. أيوة. يمكن ذاته الحفظ كتاب الله هو اللي سهل مسألة صياغة الشعر باعتبار أنه القرآن اللي أعلى لغة على الإطلاق. لبيب طارق أيضا أعتقد تنحدر من أسرة أدبية. تكلم برضو عن تجربتك الشعرية. والله أول حاجة التحية أول حاجة للوالد العزيز طارق اللبيب, وطبعا من أسرة شعرية بحتة, يعني توارثت الشعر من قديم. طبعا نحن اسمنا عائلة اللبيب, اللبيب ده لغب, فزمان كان جدا بيقولوا له اللبيب لأنه كان شاعر. الشاعر زمان كان بيقولوا له اللبيب. فالحكاية توارثت والشعر توارث لحد ما الحكاية وصلت لي أنا. وطبعا نحن من نهر النيل, ونهر النيل طبعا معروفة بالشعر والدوبيت والغنى والمجال ده. يعني مثلا حسيت انه يعني تجربتك دي ينفع يقول على تجربة ناضجة وبالتالي ممكن يسموك شاعر. والله انا من زمان يعني بستمع وباريت كثير من الناس الشعراء بحكم انه ابوي شاعر, وكان بيجتمع عنده الشعراء وكده, وانا كنت بعاين وبتابع ومركز شديد. ولحد ما بقيت اكتب, بدأت اكتب من بدري شديد, يعني 2012-13 كده. فالحكاية لحد ما حسيت بأنه أنا خلاص يعني تمرست على الحاجة دي, والحمد لله 2019-20 كده دي الانطلاقة الحقيقية. أيوة. فالحكاية كانت بمثابة شنو, زي ما قلت الانطلاقة الحقيقية, وخشينا في الجو طوالي وبدينا نتجه للرسائل الهادفة والكلام اللي بيفيد. فلما تكون عندك موهبة لازم تستغلها أفضل استغلال وتوجهها أحسن توجيه عشان تستفيد منها والناس تستفيد منها, وما يكون كلام ساي زي ما بقوله لا يسمن ولا يغني من جوع. عساف تكلمت لي عن أنه المسألة عندك بالوراثة. أيوة. الأهل قمت لقيتهم بينظموا الشعر وماهرين في نظم الشعر ومعروفين به. أيوة. البيئة دي وتأثيرها عليك أنت كتجاني أو عساف. البيئة هو طبعا اول حاجه نحن خلينا نقول انه الشعر موهبه من ربنا سبحانه وتعالى. يعني ما بتقدر تتعلم وتعليم او ممكن تصنع صناعه. يمكن ظهرت في الفتره الاخيره صناعه الشعر عند بعض الناس, خلاص يعني بيكون يتعلم الوزن بتاع المربع كيف تتكتب وبيبدا ينظم على اساس مثلا اللبيب شافه هو شاعر يكتب زيه او يتاثر بمربع معينه. انا تاثيرها كان في شكل المفرده. طيب لانه انا بديت كنت بسمع لجدنا فاروق, كنت بسمع للوسيله لانه كان اقدم مننا في الشعر, كنت بسمع لمحمد نور.
استقيت المفردة بتاعت الدوبيت الحقيقية خلينا ممكن نقدر نقول عليها، وبعد ذاك طورتها شوية شوية لحد ما وصلت لأنه أطلع في التلفزيون وأطلع في الإذاعات يعني. جميل، نسمع نص من اختيارك. وقت أن ننجرح يوم من أعز الناس، نكزم الغيظ ويمرق دم مع الأنفاس، أي كلام من كذب وصف الإحساس، والله خلقنا عشان نجبر خواطر الناس. العارف الشعر للرجال ما مقياس، وما بالفتنة قولكم ونتبع الخناس. أكتبوا ما تشاءوا ما بتهز أساس، ردودنا العاجلة كزم الغيظ وعفي الناس. كم لاقونا ناس قالوا لنا ما بنقاسوا، وكم بيقول شعر قالوا الخطر في الراسه، كسناهم فزع بس للأسف ما انكاسوا، موقف جانا يا إبراهيم وفرق ناسه. شفت الديم اللي نار الفتن واقدين، شفت أسنان بتضحك وناس جتها غدين، شفت أخوان تسندك وفي الغياب فاقدين، ما تنغشى أشباه الرجال راقدين. شفت رجال جرارق نم وحالي حديثة، شفت في العفاف تشبه عفاف معيسة، السائغ نيمات والمردم ديسة في سوق الناقة ما بقيف انسقيت ومريسة. قبيل أبواتنا بيلبس الشرف كسونا، يا إبراهيم أخوي كذب اللي بيقول جسونا، قول لي القام وطبالات جداد خصونا، انتو ضعاف ونحن على الضعاف وصونا، منا الغرة نحن وللغنم نشينا، ما ذكرونا في مجمع رجال هشينا، الأدانة سر وقال عليه فشينا، لا بننكر جميله ولا بنمرق شينا، نخرب المال نحن كان كتر إفلاسنا، ديد أنكرنا كذاب اللي بيقول لك قاسنا، كان بيسوي شيء يهدم بدايات ساسنا، نبقى حريم ودنقر في المحاصات راسنا، ضاوية وجوهنا كيف بدرت تمام الهل، ما فينا اللي ضينا للرجال بنزل، مرين كينا في اليوم العجاج وكتل، والبدور ايدنا ينعاش مين بنشل، بحورنا عميقة في الكر مصلو ما بتقيسة، وكم ردينا للدعج المكرب الديسة، ركابين خيول كرر المبعد ميسة، فينا الفطرة فينا العزة فطرة والشهامة وريسة، بحورنا عميقة بشيلك كذلك كيفنا، واليوم اللي بلم اخوان تمومة كيفنا، يمين الراقبين فيه جخ وحاتفين سيفنا، ننحر عادي نمشي قروب ونكرم ضيفنا، ننحر عادة نمشي قروب ونكرم ضيفنا. أبشر. 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 أبشر الكلام ده حمسك يا لبيب؟ والله حماس شديد خلاص. طيب نسمع نص تختار من اختيارك، سواء كان من كتابات الوالدة ومن كتاباتك، لك الخيار. والله يعني جيتني على الوالد، والله الوالد ده الكلام اللي قاله لي كثير شديد، لكن كده خليني اجيك له في الفقرة الجاية. هسه طيب. انا بديك كلام بقول لك، الله خلقنا للمهموم، نخف ونشاطر، نغطي الزول ونتحمل رشاش الماطر، ما يوفقنا الله نعيش حياتنا مخاطر، كان غلينا غنوات فيها كسرت خاطر، لقيت ناس يخافوا الخوة ما تتهدم، ولقيت في الرجال البدي كان يتعدم، أما في عينا والله بذكره وبتندم، يسوي المستحيل شان انت ما تتقدم، ساعة الخوة تهتري والنفوس تتخان، عسل الماضي بتغير بيكون مسخان، شين فايد الجللب وهندم وجخخان، وأبشر وهاك وحرم والضمير وسخان، مواقف الدنيا مدرسة والرفاقة فصول، ميدان الرجال من الوهم مفصول، حد ما قلت خاوينا وسعينا أصول، تجيك أيام تفتش جودة المحصول، قليل الكل ما دعت المواقف يجونا، حب وسراع بلايا سايس يحتاجونا، أما في ناس تخيل للغلط بيرجونا، أموت والله وأعرف فوق شنو بيهجونا، في عالم ملان غش والصدق مترامي، غلبنا مميز الصالح من الإجرامي، نخاوي الزول ونتونس معاه يا رامي، تتخيل بيطلع في النهاية حرامي، عجبين نظمه بيطول الزمن، ما جف لا خان يوم رفيق ولا غدر لا لفة، جنب قوم أكان وعد الرفيق ما وفى، بفترض انه عاش جواي وهس توفى، البكتم كلام الحق وخايف يفصح، وبيبقى جبان وبيخسر يا محمد صحبه، جنب جن رفيق
الساهو يدفع صحبه والقدام رفاقتك يجيب كلام ينصحبه ناكر الخير وساعة الحر ما بلبوك تلاقيهم ملائكة وتمشي يغتابوك بدل يدوك مكانة بيورا يسبوك خير الناس تصار حق إنه ما بحبوك يا سلام. قول في الحب دائما يا ما يتعجلت وقول من الشكر والعزة يتخجلت مهما ارتفعت وفزت ويتبجلت برضو الناس بتمسح كل ما سجلت عافي الناس وسامحنا البشر بتصالح وينتغي في العبارات الجميل الصالح ثلاثة بشوهن خلهن يا صالح البيك والليان وخوة ساسة مصالح قالوا الحاس إحساس الملوك بتقدل والجود قالوا توب عليك الكرام بتسدل صاح الدين تسامح والغلط بتعدل لكن الصخاين العشرة ما بتبدل أجا حبابه أجا حبابه والغايب بيقول لك ظرفه والجعجع مصيبتك من حداك بالصرفه ما تنغش ليهوشته متانة حرفه مكشوط الرجالة من السلام بتعرفه وزي ما النيل بياخد يا محمد طمحة برضو الناس كذاك بتنقلب في لمحة نلاقي إخوان يضرونا ونسامح نمحة عشان نحفظ بواقي الذكريات السمحة لا تحكم حكم من الكلام لا تحكم حكم من الكلام نسيته؟ لا تحكم حكم من الكلام الواصل ابقى حكيم وخدر ظنك المتواصل قبال تبني بينك وبين رفيقك فاصل جر بعيد براه وكله حاصل وحاصل لما تسمع الشين والقبايح عنه ما تصدق كلام الناس وتبعد منه الخوة الأصيلة تزدهر بأنه ما تسعاها بالشك واحتمال وأظنه ما تسعاها بالشك أبشر واحتمال وأظنه أبشر والله أبشر أبشر يمين أبشر أبشر والله اللبيب ده بيقودنا مباشرة للقضايا اللي بيعبر عنها الشاعر يا تو قضايا مهمومين بيها عشان تعبر عنها والله هو الشعر ذاته لو ما تغنى في القضايا ولو ما تغنى في الحاجات الهاتفة معناه شنو؟ مستفيدين منه شنو احنا؟ اصلا سمعت لك بيزول غينا بالشعر ما بزول بغنى بالشعر لكن في ناس بتخلد حاجات هاتفة حاجات يتناغلوها الناس جيل عن جيل وطالما الحاجات دي بتنفع المجتمع إذن الشعر والدوبيت بخير طيب انتو يا تو قضايا مهمومين بيها كشعر شباب انا والله من ضمن الناس العرجوا على المخدرات لأنها كان قضية مهمة جدا جدا وبتمس الشعب السوداني بصفة عامة كده لأنه الحكاية دي في الفترة الأخيرة دي تفشي شديد فكان لابد أنه نتوجه لها ونقبل عليها فبقول أكان بتباري فارغين جنبهم تتعطل أعرف أنه قلبك كان مدور وبطل أجهزة المناعة وكل شيء بيتعطل كانت من تحبه وبنقو شان تتسطل ما وريتك إنه بيخزلوك الأقرب ما قلت لك إنه السيئين كالعقرب قالوا لك اتناسى المشاكل واشرب ما وروك إنك في النهاية بتخرب الدفروك على البنقو البليف للشرقة ما قالوا لك الوعي بينسرق بك سرقة ما وصوك إنك حين تلف الورقة ما حتلقى لي راحة ضميرك فرقة قالوا لك الراجل تكيف وسفة ما وروك إنك حتصاب بلفة يا صاحبي لو راسك وزنت وخفة ما بتفيد بع السفة مزاجك تفة الدفروك على السن وقزاز البيرة ما قالوا لك إنك تبقى أسوأ جيرة القريش اللي بيطلع في خراب الدين ربنا بيسألك منه وعواقبه خطيرة الهم اللي بيجيب رجفة وبيخليك حاير ما بتداوى بحبة وصعود وسجاير حاجات تتلف العصب اللي بيقول لك داير الزنا واللي بيخليك في المجالس طاير أي رفيق بيدلك لبيوت الخمر أعرف إنه كركب مستحق العمرة الريحة تفوح منه عيونه الحمرة أخف عليك منها ابتلاع الجمرة ما وصوك عن الزول الحياة قمار كيفين ضيع أمواله وحصل له دمار الزول البراهن شان قروش وعمارة راهنك بعشق الفارغة ورفيقه حمار وصل بين صلاتك وبين حياتك فيشة بتحس بالشرور اللي في دوناك ما فيشة نفسك كان جزاها من الحبيب تهميشة ما تتدرع الفوضى وتجر الشيشة شفت البسعة زي سكك الحرام حابيلة قايل إنه راحته بيستطيع تغبيلة مرات عنده حركة بائسين وهبيلة مرة يتوب ومرة بيسعى لتدبيلة كان شيطانك يستعمر دواخنك ولاوة عندك فرصة يا ود الحلال تتداوى
باري لك نفوس شالوا الليالي تلاوة بتحس بحياتك فيها نور وحلاوة عاشق البنجو والعربادي والسكير بيسووا لك بلاوي تطشش التفكير رسولنا اللي كان بيحب النصح والتذكير ورانا الصديق الصاح ونافخ الكير ورانا الصديق الصاح أبشر الله أبشر صلاة على الحبيب الفصل على الحبيب صلى الله عليه الصلاة والسلام. شكرا يا اللبيب. عساف أيضا قضايا كثيرة تقع مسؤوليتها على عاتق الشاعر تحديدا وعلى الشعراء شباب. شنو القضايا اللي أنت مهموم بتناوله بالكثير؟ والله أنا يمكن أكون شوية بختلف عن اللبيب وعن كمية من الشعراء. أنا يمكن تكون أكثر كتاباتي في الغزل. في الغزل. ما قاعد أميل للنصح أكثر أو للقضايا الشاعرية. ممكن يكون الحاجة الوحيدة في راسي والبدور دائما الإخوانيات، يعني الكتابة في الإخوانيات. ليه؟ لأنه كيف إنك أنت توصل ناس إنها تكون أخوان وسند لبعض. ومن هنا بحي رفيق دربي وصاحبي إبراهيم عباس ودلي عيسر، هو مفترض يكون معانا حضور في الحلقة دي لكن شاءت الظروف بما لا نريد، فعليه التحية بحجم الحب وبحجم المودة وبحجم السماء. والتحية كمان لوالده العزيز بغرية العزازي عمنا إبراهيم عباس ودلي عيسر، لهم التحية، ناس أخواننا وما أفضلهم على البقية. فأنا خليني أعرج ليك على الغزل. طيب نسمع غزل. أقول الليل الخريف طلق النسيم البارد، ذكر عقل ريل وحش الهويد الشارد، الزول السحي اليود في الخيال متوارد فيه عيومها وخسر الجد المتمارد، الدرعات تقن وسط الروائن وجالت، أبكت عيني في سهر الليالي طالت، شتلت منصح الطين فروعا مالت، جرحها جاب له نز بعد البروب ما شالت، جد مشمارة كتة وفي الحناية تخبى جيد ومزين الشف والتيل والربا، مشتولة عف الفودة نسيما هب عودة ملاين السمحة وعديل في الصبة الليلة منفل، ست السماح الخايل شد دور العطف فوق بلكون سايل، رحلوا البيبسط الدعجم تباعوا نفايل ساقوا نعمهم الحق والردوف والشايل، ست برشمة والناس اللي بيسعوا مشوشة ضعنك دجة بالسهل الروية بشوشة، الفشقاقة نايمة وحجلولة بروشة بنت العزبة يان في توبة جات منقوشة، الدرر مضمير محتشمة ساترة هدومة سمحها ربي زانها أن من وسط مقسومة، وافرد إيه كده معارف بالطير وشمها بالجمال مختومة، ما بقدر أجيد وصفك قدر ما أقول، ظبية نال وتيسك بالمهاوي يجول، المربوع قوام لا قصر لا طول مفصل جسمه طايع والقدم وحول، ما حت زي فري علبان وشرفت سيدة تاتت مهرة تابرتا سمح سنيدة، ضاوية لون وزي ذهب البرات خديدة ديما مجوز رباين في القلب في السيدة، نجم الحظ نجم الحظ وكد عاود سماية وقفة نو سربي وسحت قطرات نجيعي وصفة، محبوبتي الغدر بيها الزمان وختف دمي عليها سايل، لا نفع لا جفة دمي عليها سايل لا نفع لا جفة. شكرا يا عساف. وده بيقودني لسؤال مهم جدا وهو يعني اختيار المفردات في القصائد. انت لما تجي تكتب نص معين منو اللي بيقومك في النصوص يقول لك يا خلايا المربع ده لو حولت الكلمة دي للكلمة الثانية هيكون أجمل وأفضل، وانت طالع من عائلة مهتمة بالأدب والشعر والمربعات؟ طيب سؤال جميل. أنا في البدايات الشعر كان أستاذي أحمد المجنون له التحية والوسيلة محمد نور، دول كانوا أساتذتي تماما اللي هم كانوا كنت بصحح على يدهم، خلوني أكتب المفردة بتاعت الدبيت قبيل زي ما قلت لك جدم شمارة، يعني إيه جدم شمارة كتة إيه كتة، دي مفردات بتاعت الدبيت أصيلة، المفترض انه كان مفترض دبيت يكون لابس العبايه دي، لكن الان خشد عليه المفردات الحديثه وهي ما نقدر نقول عليها حديثه، اللي هي خلينا نقول هي العامه ما مفردات دبيت. الان نحن كلنا كشعراء، كلنا كشعراء في المجال، اذا كان اللبيب اذا كان ابراهيم اذا كان ود البرير اذا كان المنسي، بعد ما تكتب مربعتك
بتوري فلان يا فلان يا أخي شوف المربع دي محتاج شنو قبل ما تطلع على الناس. بيسمعوك وبيدوك رايهم إن كان خلل في الوزن إن كان في المضمون, لأنه هو الشعر ده الإنسان يعني بيسهى جل من لا يسهى. أنا اللبيب ده صراحة أنا عرضت عليه كثير من الأشعار. والله يا اللبيب رايك شنو؟ والله زول ما شاء الله طبعا أساف زول يعني عنده المفردة الجميلة البدوية الخالصة. يعني حتى مفرداته اللي بيختارها ذاته مفردات يعني متميزة, عنده نكهة براوي. يعني أنت لو جيت عرضت الشعر على يا زول منه والنظر طق بيقول لك ده ما كلام هنا, ده كلام عساف. فالزول لما يصل للونية بتاعت يصل لتميز أي زول عنده بصمته في, أيوة في الشعر, بصمته في الشعر. طالما الزول يصل لبصمة معينة إذا الزول ده أثر في عقول الناس لبصمة معينة. فعساف أنا خلوني أقولكم بما إنكم يعني عندكم معرفة معرفة ببعض يا عساف. في النهاية بيجينا أنا وأخوي إبراهيم ريم عباس له تحية ثاني بيجا, ممكن يكون شعيرنا ما بيتفهم للناس لأنه إحنا عشان في مفردات مغلة في المحلية. أي أنا وإبراهيم ده حياتنا واحد في الشعير, في ملابسنا, في جيبنا, في أي حاجة, حتى ما بنحبزه لي يسألنا يقول لنا دي حاجة منه يعني, لأنه إحنا خلاص حطينا نفسنا إنه نحن واحد. فهو زول برضو أخوي له التحية, بعرض عليه حاجتي وبعرض عليه حاجاته وأنا بحبه جدا والله. جميل, ربنا يديم المحبة إن شاء الله يا عساف. وبما إنكم أنتم بتعرفوا مفردات بعض ويعني اللبيب قال إنه يعني مفرداتك واضحة من بين كل المفردات ممكن يميزها, وإنت ميال للغزل وأعتقد عنده كتابات في الغزل, وثق التاريخ الأدبي السوداني لكثير من الأخوانيات وشعر المحبة وكده. في تاريخ الفن السوداني يقال بأنه أغنية يا مولاي اشترك في صياغة مفرداتها 5 شعراء, المعروف منهم والمشهور بالنسبة للناس عكير الدامر و أبو قطاطي اللي هو شعرك منفتل زي السلاسل فتلو, أو شعرك منسدل زي السلاسل فتلو, دي المفردات اللي يقال إنها كتبها أبو قطاطي. وفي عكير الدامر كتب صاغ المفردات بتقول اتمنى الذهب لو لون يشبه لونك واشتهت الدرر لو هي تبقى سنونك, مجنون ليلى حالته أقل من مجنونك ما دام ليلى كانت في المحاسن دونك. فأنا عايز ننقل هسي المشاهدين كده بمجادعات غزلية أو إخوانيات زي ما تحبوا, مربعات من عساف ومربعات من اللبيب, وننقل الحلقة في اتجاه تاني. رأيكم شنو؟ الحيب ده منو؟ ننقل مجادعات اللبيب. تمشي لي على وين له؟ طبعا فتيل كبير شديد. الله ده فتيل يا أخي. يلا الدريح شنو اللبيب؟ والله نمشي على الغزل. على الغزل يلا. يا اللي بتنوحي من فوق للفرعات ساجا شيلي سلامي ليك ديت الهويد الناجا, قل لها العشوق زايدة وكثيرة مواجع, ناطر يومي من سفرك تقبل راجع. يا سلام يا أخي. قال حالة من التوتر في الدواخل حصلت, وكهربة المشاعر يا محمد فصلت, الهم ولا والفرحة الزمانك وصلت, والحاصل ده كله عشان فلانة اتصلت. مساهر الليل بعد نجم المنور غاب, من فرق الحالات وتمسخ العناب, عاشقل في ضميري مغرز الكوكابر يا صيد ومشتول نيل ومهر انشاب. يا بستان غناية وروعتي المختلفة لهيب الشوق يعذب لا همد لا خفة, حاسك ديما يسعاف للوريد كان جفة حبة منقى بتعالج الهبوط واللفة. مهر الدنقل مساقن عديل متبور خلت قلبي في سجن الغرام مأسور, بربت العسين الفارة بالعتمور فراقة هلكني يوم حكمت علي بالجور. صوتك بحة برعش للخواطر حنة, وديسك ليه كم من عاشقينك غنى, السارح بدندن بجمالك جنة من نكزوه حرم إنه كان في الجنة. شفت الليلة بلبس جميل متقيف, حالاته كان نظم وفي صمته برضه زريف, زول الغامت ممشوقة وضمير حيف, جلست معه قعدت معه وقابلته ورجع متكيف. يا سلام يا أخي. في بستانك أتأمل كرفت النسايم, قربك هدت إرداد في شهيق القايم, إيدك راح تنسيني الأنينة دايما ما صوتك اللهم إني صايم. خدودك ضاوية والناس منهم من جهرة, حقه يشغلوك كشاف تضوي السهرة, غير ما إنه عينيك في نجات من بحر رقيقة رقاقة, ما
افطر ذا الزعل من نهره. قال عندك نظرة بيها مخصصة بتعزينة، تقول خلقوك عمدا عشان تجو تعزينة، عليك بالله يا لابس النغاف فيك زينة، كل ما تمر بالبوتيك تعالق شينة. بلوم الفرقة من الكاتم غنس جعلك، والبال قدري ما غفلنا تاني نجعلك، الشوق للتواصل قدري ما يفجعلك، رسي لفد رسالة ومسكلي بنرجعلك. كفاك يا قميرية هس ما تنوحي، ما كني العلي ضاقت علي صروحي، يا ست الحية البريدة ما بتبوحي، سايلة عليك زيدة مع الوجيع جروحي. المنتاتة بالقسى والعناد مفطوم، موايق وتخلي مسمار العصب مقضوم، حسب قول الرفاقة وبالأخص فطوم، وكي تطلع ضروري أمنوا الخرطوم. فطوم؟ فطوم؟ هاي مش عن فطوم دي كده. زلت مالك للروح في الحناية مواطنة، كانت فرحة وياما السعد في حياتنا، حمدين الله راضين بالمصيبة اللي جاتنا، شين فايد الحروف ما بتوصف فاطمة. يا سلام يا أخي. قال يا القطعت قلبي عليه ثلاثة انصاص، يعني قطعت قلبي عليه ثلاثة انصاص، ما قالوا لك انك سير سعادتي الخاص، منك ما في لي غيرك ديار ومناص، وكان انساك تقوم المنقى في الحصحاص. بتقوم؟ جميل. طيب ده بيقودني عساف لسؤال يعني اعتقد بيدور باذهان الناس اللي بيشوفونا كلنا، وهو التواصل بين الشعراء الشباب. ذكرت لي قبل شويه ابراهيم، ربنا يديه الصحه والعافيه، والان عندك معرفه باللبيب، مش معرفه عامه، معرفه عن قرب يعني، بتعرف اشعار بعض وكده، فكيف بيتم التواصل بينكم كشعراء شباب غير التواصل اللي بيكون على المستوى الاعلامي؟ طيب اول حاجه انا بحيي كل الشباب اللي يشاهدونا، والله العظيم لهم التحيه. نحن عموما شعراء على مستمع، ما قاعدين نميز بانه ده شاعر او ده مستمع للشعر او جمهور، لا، نحن تعاملنا كله تعامل اخوي. انا اقصد التواصل في اطار كتابه الشعر، يعني انت عشان تلاقي اللبيب وتوريه قصيده جديده وكذا. طيب ما انا ماشي لك. طيب نحن كلنا قاعدين نتعامل تعامل اخوان، يعني ما قاعدين نحسس الناس ولا هم قاعدين يحسسونا بنحن شعراء او هم اخوان. اللبيب بيجمعني به دائما التلفونات يعني، والقعدات المصغره والزيارات الاجتماعيه المتبادلة، يجاني في بيتنا، شيته في بيتهم، والقعدات يعني المنتديات اللي بتجمعنا بتاعت الأخوان عموما يعني، دي أغلب الحاجات الملمات اللي بتلمنا مع بعض، إن كان اللبيب أو كان كل الشباب. فالحاجة الجميلة إنه كل الشعر الحالية ما بين نفرز، ما قاعدين نفرق إنه ده من نهر النيل أو ده من شمال كردفان أو ده من الجزيرة، لا، كلنا بنمثل حاجة واحدة إنه نحن أخوان. جميل. اللبيب قال انه بتلمكم المنتديات، نتكلم برضو عن المنتديات دي ودورها في زياده اللحمه بيناتكم، في تمتين المفردات اللي بتكتبوها، في اخراج نصوص اكثر قوه ومتانه وتاثير على السامع. يلا هيك تعارف في الحقيقه، طبعا الزول لما كل ما زادت علاقته بالمنتديات وزاد احتكاكه بالشعراء وزاد يعني طبعا دي الحاجات اللي بتزيد فيها المعرفه الإدراكية، الزول يا دوب بيبدأ بيستكشف حاجات جديدة، وكل ما يكون مثلا قاعد قدام منتدى وقدامه في شعراء وكده، هو بيكون ما عارف يا دوب شاف الناس دير مثلا، فكل معلومة بقولوها طبعا في معلومات كثيرة بتكتشفها من خلال الحاجة دي. الحكاية دي مثلا لما زول يقول له مربوع، انت المربوع ده ما فاهمه، ممكن تمشي تسأله، ممكن تمشي تسأل الناس يا جماعة الكلمة دي معناها شنو، ده بزيد المعرفة، فانت بتقوم تستخدم الكلام ده في حته تاني، فبتحصل شنو زياده في المعرفه، والحاجه دي بتخليك انت ماشي متطور، وكل ما انت تواصل مع الناس وتواصل احتكيت بالمجتمع ده فانت بتحرص في تقدم، والتقدم بيساعدك في انك انت توصل اهدافك ورسائلك بابسط طريقه ممكنه وباجود طريقه، وبيبقيك زول متميز، فكله طبعا من احتكاك الناس. من ضمن الناس اللي نحن عرفناهم وأساف، ونحن اتلاقينا في منتديات طبعا، يعني ما في حاجة جمعتنا غير المنتديات والقعدات الأخوانية وكده، فالمجتمع ده مجتمع كبير جدا جدا ومجتمع مثقف جدا جدا، وعكس ما يروج له إنه مثلا إنه مجتمع مثلا سطحي شديد، لا بالعكس، ناس مثقفين شديد جدا جدا، وناس حروف وناس راقين.
فدي حاجة جميلة جدا. اللبيب والدك اشتهر بكتابة الشعر الرسالي، الشعر الجاد والفيه حكمة، فهل أنت مشيت على ذات النمط الشعر الرسالي الفيه حكمة ولا نوعت ما بين الكتابات؟ والله أنا أكثر من أكثر الحاجات اللي كتبت فيها كتبت في الحكمة ذاتها. ليه؟ لأنه يعني من قمت كده لقيت أبوي ده بس بيكتب في الحكمة، فالحكمة دي كانت مؤثرة فيني شديد، يعني بتوصل رسائل كثيرة جدا جدا. يعني أنت ممكن توصل لك آلاف الرسائل في مربوعة واحدة، مربوعة واحدة ممكن المربوعة دي تقعد للجيل بعد الجيل ويذكروها الناس لأنها مفيدة جدا. فالحاجة دي خلتني أنا شنو يعني أتكيف للشعر الرسالي والشعر بتاع الحكمة والشعر اللي بيعالج القضايا. نسمع نموذج. شوف الوصايا اللي وصاني لها أبوي دي. بتذكر قبل كده أنا كنت مسافر وكنت مارق، يعني خلاص كنت بتذكر مسافر متجه لجمهورية مصر العربية. فقبل ما أنا أمرق أبوي ده جاء رسل لي رسالة طويلة جدا جدا في خلال 10 وصايا، عشان تشوف الوصايا دي فيها يعني كم هدف وكم رسالة لي. فهو مرسل لي الرسالة دي، لكن اسم اللبيب في الرسالة دي لكل الشباب اللي بيستمعوا للوصية دي. فقال لي 10 وصايا من قلبا عليك بخاف، خدتها لك شعار في الظلم والإنصاف. يا ولدي اللبيب الموت ضراع سياف يقطع في الرقاب لكنه ما بتشاف. أول شي نوصيك ألزم التوحيد وربك في الفؤاد ما تسوي ليه نديد. مغفور الذنوب عند الله بالتأكيد، لكن جيت ومشرك ما في ليك مفيد. التاني انت لازم منتبر والديك ومرغ في التراب من أجلهم خديك. أو أترد عليهم وتجعلهم نديك وكان حيفة يوم أبوك مشيه فوق يديك. سلام. التالت صلاتك أو أتهمل فيها، صلها في الوقت مثل الوعد توفيها. الصلاة حبل واصل اللي بيكون واليها ربك قرب في سجداتها ما تخليها. الرابع بوصيك واصل الأرحام حتى إن كانوا سفحة ومفترين ولئام. كان جات منهم ريحة جفاف السام، نهر الوصل بينك يبقى جاري وعام. الخامس تكون للضيف سخي وخدام، تحاوطه وإنت باسم وقابله بالإكرام. ما تشكيله حالك وجعة الأيام، تحسسه بالندامة بيبقى قائد وهام. السادس تكون للفقر عند الحاجة، مالك للمساكين يبقى أقرب حاجة. النفس الكريمة وضاوية ولابسة توبة وتاجة زادة بكون شفة وفي العتمة ضاوي سراجة. السابع عليك بالصاحب الضواي، رفيق الحارة زولك وللكريم، رفيق الحارة زولك وللخصيم كواي. ما تبارد بغارته في الكلام لاواي، ده زول بنضم هوا في الحارة مو سواي. التامن تقلل من كلامك ديما، كتر في السكات لا من يقول بهيمة. يوم تجل الكلام أنضم نظم زغيمة، وإن وجب الكلام صمتك بيبقى جريمة. التاسع حذاراك من غضب، يعميك نفسك بهلاكك بالغضب ترميك. كان داير هدايا من الندم تحميك، يعتبر الكلام فوقك فوق ولا هميك. كان داير هدايا من الندم تحميك، يعتبر الكلام فوقك ولا هميك. العاشرة راحت عليهم خليها كده. كتر خيرك وإن شاء الله يعني الوصايا دي تكون محفوظة عن كل الشباب السوداني. السلام. أتكلم برضو عن المنابر اللي بتلمكم وضرورة تجويد الشعر، وإنت عندك ما شاء الله محكمين في البيت وعلى النطاق الضيق. نشوف الملمات اللي ذكرتها قبل شوية والمكان اللي بيلمكم مع بعض وأهميته في تجويد الأشعار والمشاركات أيضا، سواء كان في البرامج الإعلامية المختلفة أو المشاركات داخل السودان وخارج السودان. تجويدك طبعا هم الشعر الآن الدوبيت أخذ صحوة كبيرة جدا، الشعر عموما والشعر الدوبيت أخذ صحوة بطريقة ما طبيعية. كل الشباب أو أغلب الشباب اللي بيحس بإحساس إن كان خزلان وإحساس غزل وإحساس مروءة أو حس بحاجة بيحاول يكتب عشان يطلع للناس. فالوصية الأولى اللي أنا بوصيها للشباب إنه ما يستعجلوا للإعلام، يعني يحاولوا يجودوا أول يجودوا. تجويدك هو بفيدك. ليه؟ لأنه ممكن
يعني في جلسة إنك أنت مستعجل عشان تظهر في قناة الشروق أو قناة البلد أو قناة السودان عشان الناس تشوفك، ممكن تظهر لك بحاجة بعدين تبقى لك مشكلة. يعني الناس الشيء المؤسف إنه ما بتنسى لك الفات، ما بتعتبرك إنك أنت بادي، بيفتكروك أنت على بال ما خلاص جيت قعدت في التلفزيون أنت زول متمكن. فالناس تجود عملها تعرضوا على أخوانها، يعني ما في زول أنت عرضت له حاجة بيكسفك. الملمات زي ما قال لك اللبيب قبيل بتديك مفردات جديدة، بتعرفك على ناس جداد، بتثقل فيك الثقة في النفس. المنتديات دي ممكن أغلب الناس هي طلعت من المنتديات، أنا واحد من الناس طلعت من جمعية عبق الحروف الثقافية، كان رئيسها عباس الرزيقة، فهي بتثقل فيك روح المعرفة، بتديك الشجاعة الأدبية، دي كلها حاجات بتخليك شنو؟ بتثقل فيك إنك أنت تطلع مؤهل عشان تبقى شاعر والناس تسمع لك والناس تجود المضمون الصحيح. أكثر حاجة يعني ما عشان أنت وزنتها تجيب كلام ما مفهوم، أنت المربوعة لما تكتبها لازم تعرضها على نفر ونفرين وثلاثة، لأنه أنت بتكون ناسي. هو القرآن الشعر ما قرآن عشان يكون منزل أو يكون منزه من الخطأ. في أخطاء بأصدق كلمة فعلا، هي في أخطاء بتجي عفوا يعني، والناس ما تستعجل دائما للكتابة، مرات في مربع أنت بتبداها بتتمها بعد أسبوع أسبوعين ثلاثة أربعة يوم خمسة أسابيع عادي ممكن شنو تتم المربع. فالاستعجال برضو في كتابة الشعر ما محبز، والناس تعرض على أخوانا، وربنا يوفق كل الشباب. أنا شاكر لك جدا تجاني أزهري مراد الشهير بعساف المراد، كنت ضيف عزيز علينا في ظلال الأصيل، كتر خيرك. الله يعزك إن شاء الله، والتحية لك كمان تاني، والتحية لكل المستمعين المشاهدين الكرام، وأنا سعيد جدا إنه حلقة تلاقيني باللبيب طارق اللبيب دي من السرور، فأنا والله مبسوط، ممكن أكون الليلة في قاية السعادة إنه أنا قاعد في حضرتك وقاعد في حضرة اللبيب. والله شكرا يا اللبيب، كتر خيرك، نورتنا كذلك الشاعر الشاب ولونت المساحات بمفرداتك الجميلة، كتر خيرك يا أخي. الله يكرمكم وربنا يكرم أسرة البرنامج على هذا الإبداع، وكل ما طبعا البرامج بتاعت الشعر دي كترت كلما كان الناس عندها فرص، والحكاية دي مشت إيجابيا في محتوى الشعر، فالحاجة دي حاجة جميلة جدا. ومن هنا بحيي الأسرة الكريمة وكل المتابعين، كان على منصة التواصل الاجتماعي الفيسبوك والجماعة والأخوان وكل الناس، كتر خيرك الله يكرمك. ما تكون نسيت ليك زول والله عمي، قول كل الناس كل الناس. أول حاجة أهلي، الأهل دي لهم حاجة طوى عليها بصورة عامة، نحيو كلهم نيابة عنكم السودان عموما، لكن تحيا والله كبيرة جدا لأخواننا. معلش على اللي بيقول، لا تفضل لأنه ذكرت زول ما عاد ينساه، أبو رتاج الصليحابي كان متواصل معي لآخر حاجة. تحية من هنا كمان برضو لأخونا إبراهيم عباس اللي عسر تاني، وأخونا ود الرقيق له التحية، وسيف الإسلام الكباشي لهم التحية، وإبراهيم القاقاي وبالحاج الكاهلي وإسماعيل عبيد الكاهلي. يا أخي شلة كثير يا أخي، إحنا بنحبكم جدا ومبسوطين جميل بيكم جميل عشان الزمن. أنا والله شاكر لكم الاثنين، كنتم معانا ضيوف جميلين ولونتوا المساحة بالنظم السمح، كتر خيركم إن شاء الله، إلى أجيكم في مساحات أجمل. شكرا جزيلا.